بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، العمل الإسلامي وتمر الأمة الإسلامية بمرحلة حساسة تشبه في بعض ملامحها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة الدعوة الأولى وقت المحاصرة من الأعداء، وبلادنا بلا شك مستهدفة للقضاء على هذه الصحوة الإسلامية إما بالإفراط وإما بالتفريط. حاجتنا إلى التماس الهدى من نور الوحي المنزل ضرورية لا يمكن أن نغفلها ولا أن نفقدها، وإلا فقدنا التزامنا في الحقيقة. ونلتمس في لقائنا هذا من آيات من كتاب الله عز وجل من خاتمة سورة هود أنواعا من النور والهداية فيما يختص بواقعنا، خصوصا أن كثيرا من النصوص يتداولها الناس ربما عن فهم، وكثير منهم أو أكثرهم بغير فهم، فنحتاج إلى أن نعرف الوجهة الصحيحة في فهم هذه النصوص ونتدبر في واقعنا لنطبق هذه النصوص على ذلك الواقع. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين. الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى الأمر الأول، فاستقم كما أمرت، عدم الروغان، الثبات على المبدأ وعلى العقيدة وعلى المنهج. يحكي لي أحد الإخوة قصة في بعض الدورات التي تنظمها مؤسسات غربية، سؤال وجهه لمن رآهم على الهيئة والسمت الإسلامي، وقد أخبرهم أنه إنما أتى خصيصا لهم، يقول لهم: هو أنتم لسه ثابتين على ثوابتكم؟ الثوابت دي الكثير يحاول زعزعتها والهجوم عليها بحيث تختلط بالأمور التي تحتمل نظرا واجتهادا. هناك ثوابت لا تتغير، العقيدة لا تتغير، العبادة لا تتغير، الأخلاق لا تتغير، لكن هناك أمور تقبل أنواعا من التصرفات والسلوكيات، مارسها النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقت نزول هذه الآيات كان مختلفا، أعني في سبل مواجهة الشرك والكفر والظلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت مواجهته في المرحلة التي كانوا بها بمكة
كان بما أمر به ياسر وسمية وعمارا صبرا على ياسر فإنما وعدكم الجنة. استأذنه الأنصار في أن يميلوا على أهل الوادي يوم العقبة، ليلة بيعة العقبة، فقال إني لم أمر بقتال. تغير ذلك لما هاجر إلى المدينة، عقد صلحا مع اليهود، لا تزال بنوده غاية في الأهمية، رغم أن الدولة الإسلامية كانت قد تكونت بالفعل، ولكن كان هناك بنود من الصلح مع يهود المدينة الثلاث مختلفة تماما عن، أو هناك بنود تختلف عن طريقة التعامل التي تعامل بها معهم ومع غيرهم بعد سورة براءة. بدأ الأمر بالإذن بالقتال، ثم قاتل من قاتله قتال دفع، ثم بعد ذلك عقد صلحا بشروط أخرى في الحديبية، ثم بعد ذلك نقض المشركون العهد وفتح مكة، ومكنه الله عز وجل من أمور لم يكن يقدر عليها. وجدنا بعد نزول سورة براءة تغير الأمر، وانطلق المسلمون يحررون البشرية من نير الاستعباد للعباد، كما قال ربعي رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة رب العباد، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. انطلق المسلمون في العالم ينشرون العدل الذي أصله توحيد الله، وينهون عن الظلم الذي أعظمه الشرك بالله. ودخل الناس في دين الله أفواجا، مختارين محبين يريدون النجاة في الدنيا والآخرة. هل لاحظنا تغيرا في العقيدة، في العبادة، في الخلق، في الحلال والحرام، حتى نسمي ما ذلك مثلا جمودا أو ثباتا؟ الألفاظ يمكن أن تستعمل بطرق مختلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم تغير عمله ما بين الكف والصبر والصفح والعفو، ما بين المعاهدات مع الكفار، ما بين قتال الدفع، ما بين قتال الطلب. هذا أمر قابل للتغير حسب المصلحة. أما الاستقامة كما أمر فهي فيما ذكرنا في المعالم الأساسية لهذا الدين، لذا لابد أن تكون هذه المسائل غاية في الوضوح لدينا. لا نقبل مثلا انحرافا في قضية التشريع، لا نقبل انحرافا في قضية العبادة لله وحده لا شريك له، لا نقبل انحرافا في قضية اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالفهم الصحيح. ليه قلنا بالفهم الصحيح؟ عشان في ناس متصورة ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم معناه فقط هو في اللحية وفي القميص. لا، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه، في منهجه وعقيدته أولا، وفي عبادته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يظن البعض أن هذا الأمر قابل للتغير، نحن ممكن نبقى يعني سباب وطعن ولعن طول النهار، وأن ده من ضمن الأمور التي يمكن أن تتغير. لا، دي ثوابت لا يمكن أن تتغير، أخلاقنا ستظل كذلك، مش ممكن تتغير. على سبيل المثال أن احنا نصوب ملة غير ملة الإسلام ونصححها مهما كان، ومهما كان محاولات الصرف عن ذلك، محاولات تغيير ذلك. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العبادة نؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى في أوقاتها. يعني ساعات يقول انتوا لسه
انت بتصلي الخمس اوقات كلها في المسجد، هو ايه اللي هيغيرها يعني؟ طب انا المسجد موجود وانا موجود وقادر اتحرك، يوم ما اعجز وامرض خلاص يبقى هو ده الحال. لكن انا ابذل كل جهدي ان اصلي الاوقات كلها في الايه، في المسجد في الجماعه، مش هقول لا ده الظروف دلوقتي ان احنا ما نصليش مثلا زي ما بعض الناس في بعض الاجزاء والميه عندهم يقول لك اتيمموا وصلوا اجمعوا، وهم اهل من اهل البلد مثلا عشان يعني هم شايفين ان خلي الناس موجوده في المكان مثلا. نعود فنقول فاستقم كما امرت، وده يقتضي ان احنا نعرف الاوامر، وده يقتضي معرفه بالكتاب والسنه. فاستقم كما امرت ومن تاب معك، صفه التوبه التي ذكر بها المؤمنون مع النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا لازم مراجعه دائمه لانفسنا، مراجعه دائمه تخلينا نقول احنا غلطنا في ايه. مش ان انا لو خدت موقف عمري ما غيره، موقف من الحاجات اللي قابله للتغير. وكذلك في مراجعه النفس ومحاسبتها ان في ذنوب في معاصي قد تقع من الانسان، يبقى لابد من التوبه، مراجعه دائمه ومحاسبه دائمه للنفس. الفساد اللي بيحصل في مجتمعنا في بلادنا كلها سببه عدم مراقبة النفس وعدم محاسبتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وإلا المرتشي والمرابي وآكل مال اليتيم وآكل المال العام والذي يسفك الدم لو كان بيراجع نفسه. احنا وصلنا لمراحل خطيرة جدا في مجتمعنا. احنا نبص نلاقي نصحى الصبح نلاقي مثلا 30 واحد اتقتلوا. ليه؟ تقعد تقول لك اصل مش عارفين الموضوع كان ايه، ده فلان شتم فلان وعيال شتموا بعضهم وكتبوا عبارات بالسبراي على الجدران، الحصيله 30 قتيل. الله، هو احنا وصلنا كده ليه؟ لان مفيش تربيه، لان مفيش اصلاح حقيقي، ومفيش محاسبه للنفس، ومفيش توبه بحيث ان الانسان يعترف على نفسه بالخطا لما يغلط. ولا تطغوا. التوجيه الرابع، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الثالث، ولا تطغوا، النهي عن الطغيان، تجاوز الحدود. الطغيان مجاوزة الحد، مرتبطة الكلمة بالطاغوت، لأن بس الطاغوت نوع خاص من الطغيان. ليه؟ الموضوع ده مهم قوي ان احنا نعرفه، لأن الكلمة دي كثيرا ما تستعمل حاليا من أجل إباحة سفك الدماء وانتهاك الحرمات، من أننا إيه نحارب جنود الإيه الطاغوت. هو ربنا قال للمؤمنين وللنبي عليه الصلاة والسلام ولا تطغوا، الطغيان مجاوزة الحد، بس أنت أقول على فلان إن هو إيه طاغوت. العلماء شرحوا ذلك لأن ربنا ذكره بصفة العبادة، فقال قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وايه وعبد الطاغوت. من يعبد الطاغوت، وقال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت، ما قالش من يترك الطغيان، قال من يكفر، خلاها كفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك في قضية الولاية، فكلمة الطاغوت العلماء نصوا على بيانها من عبد من دون الله وهو راض. الموضوع ده لو كان معلوم عند كثير جدا من الاتجاهات والمتعاطفين مع الاتجاهات التي تسمي نفسها جهادية، لو فهم جيدا عشان اقول امتى اقول على شخص ان هو طاغوت واقول على اللي بيتبعه عبيد الطاغوت. طب امتى يكون الكلام ده؟ ما هو صحيح، والعلماء نصوا على ان الحاكم بغير ما انزل الله طاغوت، وعلى ان المبدل لشرع الله طاغوت، وان الساحر طاغوت، والكاهن طاغوت، والشيطان طاغوت. طب ما كل الناس لما تعمل معصيه، لما تعمل معصيه مش ده طغيان وخروج عن الحد؟ اه. طب يبقى كده عبدوا الشيطان، عبدوا الطاغوت. يبقى كده احنا ناخد فكر الخوارج لو قلنا او ما فهمناش المساله دي، وان اي طغيان يبقى عباده للطاغوت، لو اي تجاوز للحد يبقى عباده للطاغوت، يبقى كل الناس هيطلعوا ايه؟ عبيد الطاغوت ومشركين بالله، وبالتالي بقى يستحقوا. طب ما نقول امتى تبقى طاعه الشيطان اسميها عباده للشيطان وعباده للطاغوت؟ لما يطيعوا في الكفر. اما لو اطاعوا في معصيه الله
زي ما كلنا بنعصي ربنا. هو مش المعصية أمر من الشيطان ومخالفة لأمر الرحمن؟ معصية. طب هل المعصية كالشرك؟ ربنا قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إمتى أقول فلان عبد الشيطان؟ لما يطيع الشيطان في الكفر. وكذلك إمتى هقول الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت؟ هقول لو هو ارتكب الحكم غير ما أنزل الله على جهة أنواع الكفر الأكبر، كأن يجحد الشريعة أو أن يفضل ما وضعه الناس بآرائهم على شرع الله، يقول الشريعة دي متخلفة، احنا بتوع في العصور الوسطى هتجيبوا نحكمها في القرن الحادي والعشرين؟ أو يقول إن الشريعة زي القوانين الأخرى والنظام النظم الأخرى والاثنين كويسين، أو حتى يقول الشريعة أحسن بس يجوز ويقول يجوز ويحل لنا أن نخالف شرع الله. على فكرة عامة أهل الإسلام في بلاد الإسلام لا يمكن أن يقولوا ذلك. ونوع آخر الإلزام في التشريع العام بخلاف شرع الله، سواء كان مكتوبا أو كان عرفيا، طالما بيلزم في التشريع العام بخلاف شرع الله. وعشان كده كانت قضية الشريعة في الدستور كقضية مهمة جدا بالنسبة لنا، وهو أننا نؤصل في إقامة دولتنا على أن المرجعية تكون لشرع الله. ولما كنا بنواجه أي حد منتسب للإسلام في ذلك وحتى غير المسلمين نقول لهم أنتوا عايزيننا نحلل ما حرم الله ونحرم ما أحل الله، يقولوا أعوذ بالله. وده عامة أهل الإسلام، صحيح أن في ناس تريد ذلك ولكنها لا تستطيع الجهر، لأن ذلك سينادى عليهم على رؤوس الأشهاد بأن هذا خلاف توحيد الله عز وجل وأن هذا من أنواع الشرك. لو لقينا واحد ارتكب هذه الأنواع من الكفر، في نوع تاني معصية كفر دون كفر، من يحكم بغير شرع الله عز وجل بغير أن يتلبس بهذه الأنواع وفي نفس الوقت هو يرى نفسه عاصيا. وفي نوع تاني صاحبه معذور أخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخطأ، يعني حكم بخلاف ما أنزل الله عز وجل. زي بالضبط كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، علشان ما يدهمش عهد ان انا هازلكم على حكم الله وهو خيارات ممكن يخطئ هو فيها، يبقى جمع ما بين الخطأ ومن نقض العهد. فقالوا لا، انت تنزلهم على حكمك وانت بعد كده اجتهد وشوف حكم ربنا فين، واذا اخطأ هو قد وفى لهم بالعهد وخطأه مغفور بدل ما يبقى نقض العهد. يبقى اذا في صورة، وصورة الانسان العاجز ايضا، العجز ده ممكن يكون عجز حسي وعجز معنوي. هو احنا النهاردة الصبح احنا كلنا كده، ليه ما دورناش على بيشربوا خمرة وجلدناهم الحد؟ وليه ما قطعناش ايدين السارقين؟ لان في عجز. احنا قادرين نعمل كده؟ لو حصل كده في عجز حسي وفي عجز معنوي. معنوي في عجز ناشئ ان انا ما اعرفش مين اللي عمل كده بشهود عدول وان انا مش قادر اطبق هذا الكلام. وفي حاجة عجز معنوي ان انا لو عملت كده هترتب على ذلك انفراط مصالح الأمة في الظروف اللي احنا فيها وفي الواقع اللي احنا فيه وفي العالم المتربص وفي الاحتقان الداخلي. عشان كده قلنا دي صفة من صفات الايه؟ العجز. وان احنا مش بنتكلم على ان الكلام ده يعني العلماء ما ذكروش، لا ذكروه. بنتكلم بعد كده بنقول بعد ما يثبت ان واحد ارتكب الكفر الاكبر، نقول عشان نقول عليه كافر وطاغوت لازم نستوفي جملة من شروط التكفير وتنتفي موانعه. عندنا 8 شروط و8 موانع قبل ما اقول على فلان كافر، فلان الفلاني رغم انه ارتكب كفر. هقول 3 في حديث و3 في حديث و2 من آية، 3 شروط قصادهم 3 موانع و3 شروط قصادهم 3 موانع
ومانع شرطين ومانعين. هقول من شروط التكفير القصد، ومن موانع التكفير الخطأ. كلمة اللهم أنت عبدي، الكلمة دي كفر ولا مش كفر؟ كفر. وأنا ربك، واحد بيقول لربنا أنا ربك، الكلمة دي كفر ولا مش كفر؟ واحد كان فرحان جدا كان حيموت لأنه فقد ناقته وقلق ودور عليها ما لقاهاش، وعليها الأكل والشرب وهو في صحراء، ونام تحت شجرة ينتظر الموت، صحي من النوم لقى الناقة موجودة، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هو جاي يقول إيه؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فتلفظ بكفر، بس هو مش قصده إيه ذلك. فالراجل ده مش ما كفرش. مثال تاني، واحد بيقرأ في المصحف وجه يقرأ أولئك أصحاب الجنة، اتلخبط وراها أولئك أصحاب الإيه؟ النار. بتحصل. ابن حزم يجعلها دليل ضروري على عدم على العذر بالجهل، لأنها في التفريق الحقيقة، والعذر في التفريق بين النوع والعين. واحد الناس كان كده وبيقروا في المصحف مثلا في المسجد ولا في البيت والنور قطع، قام واحد يصلى يشوف النور ولا يجيب شمعة، راح جاي شايط الايه المصحف. هو الواحد لو شاط المصحف برجله عمدا يبقى ايه؟ يبقى كافر. الراجل ده شاطه وهو في الدنيا ضلمة وداس عليه والدنيا ضلمة، الراجل ده يبقى كافر؟ ما يبقاش كافر. ليه؟ لانه ايه؟ عمل كده بسبيل الخطأ وليس بسبيل الايه؟ القصد. طيب، وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لو واحد اسقط كلمة ولا سورة ولا آية من القرآن مش عاجباه، يقول ايه الكلام اللي مش نافع ده؟ واحد قال لهم ربنا بيقول قل، شيلوا قل دي، انا اقول بقى وخلاص، هو الله احد، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، ما نقولش قل. فالراجل ده بيسقط كلمة معلومة من الدين بالضرورة انها من القرآن، ماشي؟ طب لو واحد اسقط صفحة ناسيا وهو بيقرا كده في التراويح، راح جاي ناطط صفحة ودخل في الصفحة اللي بعد اللي بعدها، ده يبقى نسيان، يبقى ايه؟ يبقى انسان معذور، مش كده؟ وضع عن امتي الخطأ والنسيان. يبقى الذكر من شروط التكفير والنسيان من موانعه. السجود لصنم، السجود لصنم ايه؟ كفر. السجود لنار كفر. طب واحد اكرهوه وحطوا دماغه غصب عنه، او قالوا له يا تسجد يا نقتلك، فنوى السجود لله وسجد، في الظاهر سجد للصنم بس هو مكره. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يبقى ما شرحش بالكفر صدرا. يبقى الاختيار من شروط التكفير والاكراه من ايه؟ من موانع التكفير. ده بقى ده حتى ده في التكفير، ده حتى في الزنا اللي الناس مش عاجبها الموضوع. ربنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله بعد اكراههن غفور رحيم. ففي واحدة أو جاريتين لعبد الله بن أبي بن سلول في المجتمع الإسلامي في المدينة، بس ما كانتش قادرة تثبت الكلام ده ببينات، ولا قادرة تروح للرسول صلى الله عليه وسلم وتشتكي له هيكذبها يعذبها جامد لو ما راحتش جابت فلوس بالزنا. ربنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى قوله ومن يكرهن فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم. يبقى حفظها للنفس، عشان كده العلماء مجمعون على تقديم الدين ثم النفس ثم العرض، وان دي دينها ما ضاعش ولا انها متهمه بسوء. ثلاثة تانيين، الصغر، الجنون، النوم. الصغر، لو لقينا واحد بيسب الدين كفر، طلعنا لقيناه عيل صغير لم يبلغ بعد، يبقى ده ما كفرش. طلع لقينا الراجل ده مجنون عنده حالة نفسية جنون، يبقى الراجل ده ما كفرش. النوم، واحد هو في البنج لو بيقول كلام كفر. في حصل في بعض البلاد اللي البعض بيدعي فيها انه يجاهد في سبيل الله، كان واحد اثناء عملية جراحية اصيب في جراحة، خد بنج، فهو في البنج قال يا علي يا حسين، ان اللي كان مواجههم شيعة
فكانوا يقولوا كتير يا علي يا حسين بيدعو غير الله. راحوا جايين الناس دي الناس داخلين دبحينه، قالوا له ده كان في البنك، ده هو معانا بس هو بيردد الكلام وهو اللي بيسمعه كتير، مش ان هو في وعيه، وفي ناس كتير بتتكلم وهي نايمة او بين النوم واليقظة. طب واحد بهذه المثابة انا اقيم اروح جاي هاجم عليه واروح جاي مكفره؟ فاضل شرطين ومانعين متخدين من قول الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ، ووحي علي هذا القرآن ولأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فهو المنذر، يبقى بلوغ الحجة. الإنسان الجاهل لم تبلغه الحجة الرسالية لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية: ونحن نعلم بالضرورة أن الله لم يشرع لنا السجود لصنم، لقبر، ولا إلى قبر، ولا دعاء الميت بلفظ الاستعانة أو الاستغاثة أو غيرها، بل نعلم أن ذلك من الشرك. ونحن نعلم بالضرورة أن الله لم يشرع السجود لميت، ولا السجود لقبر، ولا إلى قبر، ولا دعاء الأموات بلفظ الاستعانة والاستغاثة أو غيرها، بل نعلم أن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لكثرة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية. إذن إقامة الحجة شرط قبل أن نكفر إيه؟ مسلما ثبت إسلامه. وهكذا التأويل، إن إنسان لو تأول تأويلا مخالفا يحتمل أن يكون قد جهله ولا يعرفه بالتأويل، يعني عنده الدليل بس فهمه غلط، أوضح له الأول. زي مع قدامة بن مضعون رضي الله عنه، صحابي جليل من أهل بدر، شرب الخمر، قالوا إزاي بتشرب؟ قال: ربنا يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فإذا اتقيت وأحسنت جاز. يبقى الآية بتاعت إنما الخمر والميسر والأنصاب وأزلام رجس من أعمال الشيطان فاجتنبوه مش ليا، دي لغير المتقين. فأرسل عمر إليه إلى أميره فقال، قال له إيه؟ قال له كلمة جامدة، قال له: أخطأت استك الحفرة، لو اتقيت الله لم تشرب الخمر. شرح له بقى الموضوع وقال: إن لم يرجعوا، هو والمجموعة اللي معاه، ضربت أعناقه، وإن رجعوا جلدوا الحد. إن رجعوا وعرفوا إن الخمر حرام، ما ينفعش تقول لي بقى أصل أنا إيه بفسر تفسير معين ولا بعمل أي حاجة، لا، ده كلام لابد من فيه. إذن التأويل من موانع التكفير طالما كان تأويلا محتملا أن يجهله ذلك الشخص. بقول بعد ما تثبت شروط التكفير وتنتفي موانعه والناس كانت ارتكبت شركا وكفرا، هنا اقول عليهم بقى ايه؟ طاغوت. واللي هيحدد الكلام ده عالم او قاضي شرعي. شفتوا بقى الناس اللي بتطلق الكلمه بكل بساطه على ناس شهدت الشهادتين. ده كل ده بعد ما قلنا ان هو ارتكب الاول شركا ايه؟ اكبر، كان في قضيه الحكم على سبيل المثال بنوع ممكن اصلا ما يبقاش، ممكن زي ما قلنا حكم بغير ان الله مخطئا، ممكن على كفر دون كفر، ممكن بقى في قضيه الولاء والبراء ده فيها خلل بقى عظيم جدا. يقول لك فلان ده ان هؤلاء المرتدون الذين يتولون الكافرين، ولا هو عارف يعني ايه رده ولا يتولوا ولا ايه ولا الكافرين نفسهم، لان انت ده دول مش كفار وده مش موالاه، واخد بالك؟ موالاه ان انت عملت ايه؟ قعدت معاه. قال: هو الرسول ما قعدش مع الكفره، تفاوضت معاه وعملت اتفاق. قال: هو الرسول ما اتفقش معاهم في الحديبيه؟ هو ايه الموضوع؟ المهم ان انا اقعد معاهم اقول ايه؟ قال: لو قعدت وهم يستهزئون بايات الله ويكفرون بها يبقى هو ده، انكم اذا مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا، يقول لك انت قعدت مع ناس مش مسلمين ومع مسلمين، يبقى انت قعدت معاهم انت زيهم. في واحد يقول لك: انت وادرس، انت توادرس ليه؟
ولا هو عارف يقول لك غير الكذب بقى، مجرد الجلوس والوقوف والحديث والمفاوضه. فضلا بقول لك ناس مش كفار، ناس مسلمين، قعدت مع فلان، ازاي تقعد مع فلان؟ طب انت عرفت انا قلت له ايه؟ كنت حاضر. المهم ان الرسول قعد مع المشركين وكان بيكلمهم، وراح زار عمه وهو مشرك، مش كده؟ وانزل الله في ذلك ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرب. يعني عياده المريض جائزه، لكن انواع اخرى الاستغفار غير جائز بعد ما يموت على الكفر. اذا في وجوه معامله تجوز في المعامله، ما تجيش انت بعت واشتريت منه، ازاي تشتره من الدوله الكافره دي او الراجل الكافر ده؟ طب والبيع والشراء هو موالاه؟ الموالاه حب، نصره، طاعه، متابعه، ومنها ركون بقى احنا جيلها على طول دلوقتي، ومنها نوع مكفر، ومنها نوع محرم، ومنها حاجات ليست من ذلك. اجابهم الى شيء فيه تعظيم حرمات الله مع انهم غلطانين، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كتب في الحديبيه، في صلح الحديبيه، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: لا ندري من الرحمن ومن الرحيم، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، محى بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ده غير اعتقاده، ولا كان بيجيبهم الى ذلك لتعظيم حرمات الله، لان في فتح مبين منتظر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا في انتشار الدعوة إلى الله، في إن الناس تأمن بعضها البعض، فيقدر المسلمين يختلطوا بالناس بدل ما الحصار الشديد المضروب حواليهم يوم ما بيوصلش دعوة الإسلام بطريقة صحيحة. وده اللي حصل. أنا 1400 في الحديبية، بعد 20 سنة من الدعوة، بعد سنة وشوية وبضعة أشهر، سنة وعدة أشهر، وصل عدد المسلمين في فتح مكة 10,000. وبعد سنة وبضعة أشهر من فتح مكة وصل عدد المسلمين في تبوك إلى 30,000. وبعد سنة في حجة الوداع وصل عدد المسلمين ل 140,000 مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بسبب فتح المبين اللي هو صلح الإيه؟ الحديبية. كتب: هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد ابن عبد الله. فمحى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. هو ما قالش اني لست رسول الله ولا هيكتب باطل، بس محمد ابن عبد الله صدق، بس هو كان عايز يثبت الرسالة اعظم. طيب بعد ذلك قال له: ان ترجع هذا العام ولا تعتمر حتى لا يتحدث الناس ان قريشا اخذت ضغطة، يتكلموا ان احنا غصب عننا. طب ده هم فاتحين الحرم للمشركين والمشركات والعراة والعرايا، مش لغاية سنة 9؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب في حجة سنة 9، حجة أبي بكر، يقول: لا يطوف بعد العام مشرك، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. يعني تخيلوا منظر الكعبة كده، كان فيها إيه؟ ستات ورجالة كما ولدتهم أمهاتهم. هو ده مسموح لهم، والمسلمين اللي هم الذين هم أولياء المسجد الحرام، اللي صلاتهم صلاة حقيقية وذكر حقيقي، لا ما انتوش داخلين السنة دي. ولما تخشوا السيوف في جلبانها، في جلبان يعني في المغمودة، وما تقربوش للأصنام اللي منصوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام امتى؟ بعد فتح مكة، يوم فتح مكة، مش كده؟ كانت موجودة في عمرة القضية اللي هي سنة 8، سنة 7، بعد الحديبية ذو القعدة سنة 7، كانت موجودة. سابها ليه؟ عشان هي صح، علشان في عهد، عشان في عهد لازم نوفي بيه. سبحان الله. طيب ده كل ده، ولا واشد واحده بقى: وان ترد الينا من جاءك منا ولو كان على دينك. ويجي في هذا الوقت سهيل، ابن سهيل اللي هو ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، يرصف في قيود، يجرجر كور حديد 17 كيلو من مكه ابو حبسه. فقال: هذا أول من أقاضيك عليه. أول ما وصل رمى نفسه وسط عسكر المسلمين، فقال أبوه: هذا أول من أقاضيك عليه، ترجعه لي. فقال: إن لم نقضي الكتاب بعد. فقال: والله لا أقاضيك أبدا. فقال: فهبه لي، اعتبره استثنى. فقال: والله لا أهبه لك. فرده النبي عليه الصلاة والسلام.
يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخذل أبي جندل أبا جندل، ولا كان بيراعي مصلحة الأمة ككل على مصلحة فرد ويؤمر بالصبر، اصبر يا أبا جندل فسيجعل الله لك مخرجا. يجيش تقول إن هو نصر الكافر على المسلم، لا ليس كذلك، هو لم يقاتل معه ولم يعذب أبا جندل من أجله، وإنما رده وهو يعلم أنه سيفعل به ذلك لأجل مراعاة مصلحة عظيمة، مصلحة الفتح المبين، مصلحة تعظيم حرمات الله وعدم القتال بمكة في وقت كانت فيه حراما، مصلحة نساء مؤمنين ورجال نساء مؤمنات رجال مؤمنين ونساء مؤمنات في مكة، لو اقتحمت مكة لقتلوا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. نرجع ونقول إن في أشياء لابد أن تفهم جيدا قبل أن نحكم على فلان بأن هو انتقل من أنه طغى وجاوز إلى أنه هو إيه طغوت. لما نقول إيه الكفر الناقل عن الملة في هذه الأبواب وإيه اللي بيشتبه بيها، عشان مش كل واحد، الطاعة في الكفر، المتابعة في الكفر، النصرة بأن يقاتل معهم في صفهم ضد الإسلام وأهله، حبهم على كفرهم، يبيع دينه من أجل شيء يحبه، هي دي التي الركون بقى اللي احنا هنجيلها دلوقتي. متى يقال فلان ركن؟ قال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، مراقبة الله عز وجل. قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الضغوط ممكن تخلي الإنسان يركن، إزاي الركون دي؟ ربنا عز وجل بيّن لنا الركون في كتابه، فقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تركن إليهم في أنه يترك ما أوحي إليه ويفتن عنه، والتاني أن هو يفتري على الله غيره، يقول حاجة على ربنا وعلى شرع ربنا ليست منه. يبقى لما واحد يقول لك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، طب أنا دلوقتي ماذا صنعنا؟ هل أقررنا بباطل؟ قلنا على الله خلاف الحق في شريعته؟ أو جنبنا جزءا من الوحي المنزل وقلنا ده خلاص مش عايزينه هنتركه ولا دخل لنا به؟ فبنقول إن هذا الأمر، طب وبينت السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع. إذا إمتى أقول على فلان ركن إلى الذين ظلموا؟ لو هو رضى بالإيه؟ بالظلم. طب أنا هعرف الرضا منين؟ إن أنا شايفه ساكت؟ طب ما سعيد بن جبير وعطاء سمعين الحجاج بيخطب، الحديث ده في البخاري، الحجاج بيخطب من الظهر لغاية قرب المغرب، فالراوي عن عطاء وسعيد بن جبير البطل المغوار العالم المجتهد قال رأيتهما يصليان الظهر إيماء، يوم الجمعة مش قادرين وبيصلي الظهر كده. ليه؟ لو قام هيتقتل. تخيل بقى واحد لو قام صلى. الحسن بيقول يخطب حتى تكاد الشمس أن تغرب، خطبة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يشير فيها بيد لم تعرق في سبيل الله، لا يقول له رجل تحته 100,000 أو يزيدون، لا يقول له رجل الصلاة الصلاة، بعد الصلاة فات الجمعة لغاية العصر، فات لغاية قرب المغرب وعمال يحكي حدويت، وأمير المؤمنين عمل وأمير المؤمنين جه ومش عارف عملوا إيه لغاية قرب المغرب. بيقول الحسن البصري بيقول هيهات منع من ذلك السيف والصوت، السيف والصوت، اللهم أنت أمته فأمت عنا سنته. الحجاج ده قتل من لا يحصيهم إلا الله، وبعد ما منهم عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، حاكم عادل، عالم، قوام صوام، تمت بيعته قبل بيعة مروان بن الحكم أبو عبد الملك، أشهد أن لا إله إلا الله، الذي كان الحجاج أحد أمرائه، وقتله وصلبه أياما على باب مكة،
وعبد الله بن عمر ما قدرش إلا أن يقول لقد علمتك صواما قواما، أما والله لقد كنت أنهاك عن ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم يقول أما أنا لهذا الراكب أن ينزل. عملوا فيه الحجاج، نزلوا رمى فين؟ على مقبرة اليهود، رمى في مقبرة اليهود. وبعد كده كان ابن عمر بيصلي وراء الحجاج وحج معه، وراح بيع عبد الملك بن مروان أشهد أن رسول الله وقال عليه أمير المؤمنين. يبقى ابن عمر راضي ولا هو عايز يمنع فساد أكتر من الفساد اللي حصل ده؟ يمنع فساد أكتر، لأن مش كل حاجة تقاومها بالقوة هيترتب عليها أن أنت تعمل إيه؟ أن أنت تنجح في إزالتها أو تزو أو ممكن تزود أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يزيد بدل ما يبقوا قتلى بمئات يبقوا بآلاف، وبدل ما يبقوا مسجونين بآلاف يبقوا بمئات الألوف عشرات الألوف، والأمر وارد جدا. مالك أبو حنيفة، مالك الشافعي، أحمد بن حنبل كانوا في زمن بنو العباس. بنو العباس خرجوا على مين؟ على بني أمية وقتلوا منهم مئات الألوف، وكان حكم إسلامي وفتح فتوحات وفتحوا الأندلس وعملوا خير كتير وعملوا ظلم، جم قتلوهم قتل فظيع وكان حكم موجود وتملكوا. تعامل معهم هؤلاء الأئمة الأربعة ولا ما تعاملوش معهم؟ وكانوا يقولوا يا أمير المؤمنين، احنا بنقولش أمير المؤمنين على حد على فكرة، احنا بنتكلم على كل واحد لوظيفته التي يتم التعاقد عليها معه، بس الشاهد منها ايه؟ ان القضية دي كانت قضية مبنية على مراعاة مصالح المسلمين، ومش ان انا تعاملت مع واحد قاتل يبقى ايه؟ يبقى انا راضي بقتله. طب امتى متابع؟ لو مسكت سلاح وقتلت معاه، لو قلت له يلا بارك الله فيك افعل، لو انا صرحت بالرضا من قلبي قلت بلساني انا راضي. طب ايه بقى اذا كان هذا الكلام يحتاج الى تحقق وتثبت عشان نعرف قتل ولا ما قتلش؟ وانا مش بالاشاعه ولا بالاعلام ان انا اتكلم، لابد اتثبت من ذلك حتى لو كان حصل قتل فعلا. لكن ليس كل من تعامل مع هذا الواقع يكون راضيا به او ايه او متابعا. يبقى ولا تركنوا الى الذين ظلموا او الذين نزلت في الكفار. لا اله الا الله وانا اشهد ان لا اله الا الله. يبقى التعامل مع واقع معين هل يلزم ان يكون ركونا للذين ظلموا؟ او في ظلم وفي فساد وفي رشوه وفي ربا وفي اكل مال عام واكل مال خاص واعتداء وفساد وتعذيب؟ نعم فيه، بس انا هل انا قادر على ازاله ذلك؟ وهل اذا تعاملت مع هذا الواقع لاصلاحه قدر ما يمكن اكون قد ركنت الى الذين ظلموا؟ لا. امتى اكون راكن؟ يوم اساء اباشر الظلم وأعين عليه وأرضى به وتابع عليه، وليس أني أتعامل مع واقع أجتهد في إصلاحه قدر الممكن. النقطه مهمة جدا في هذا الباب. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أقول لكم الركون إلى الذين ظلموا من ضمن رغبة أعداء الإسلام أن يغيروا ثوابت المسلمين فيما يتعلق بقضايا كبرى الناس بتفتكرها حبر على ورق، ومع ذلك هي مش حبر على ورق، هي منهج تأصيلي فيما يتعلق بقضايا الحكم والحريات وغير ذلك. عايزين يعملوا حريات تسمح بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، ومعارك كتيرة جدا. واحد يقول لهم طب وماله؟ ما نعمل لكم اللي انتوا عايزين، اللي انتوا هتقولوا عليه ماشي. وممكن يكون الكلام ده يقول لك بس تسيبونا احنا اللي نكون موجودين. وهذا الامر بنقول ده ركون للذين ظلموا، وان كان الناس مش فاهمه ايه معنى الركون، ولكن كما ذكرت الامر ده مبني على رضا، متابعه، ترك للوحي وفتنه عنه، افتراء على الله عز وجل خلاف ما قال. وده اذا كان الذين ظلموا ظلم اكبر يبقى مع الكفار، يبقى موالاه لهم على حسب ما يواليهم فيه، لو وافقهم على كفر يبقى كفر،
لو وافقهم على معصية يبقى معصية مع اعتقاد أنها معصية وهكذا. أما الإجابة إلى الحق فليست من ذلك. وإذا كان في الذين ظلموا من المسلمين يبقى حرام أن يركن إليهم برضو، ما يساعدهمش على ظلمهم، ما 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 يصححش ذلك الظلم ويرضى به. الرضا، المتابعة، أيضا المعاونة على ذلك والمباشرة للظلم في بفعل وهو يعلم أنه ظلم. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. سبب الخذلان أننا فقدنا ولاية الله حين ركننا إلى الذين ظلموا، نعوذ بالله أن نركن إليهم، هذا سبب الخذلان وعدم التوفيق وعدم النصرة من الله لمن فعل ذلك، لمن فعل ذلك. لا. قال سبحانه وتعالى في بيان أوامر أخرى مهمة جدا في الإصلاح، قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. العبادة لابد أن تقام الصلاة الخمس في أوقاتها، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فعل الحسنات، لأن هذا الذي يصلح سلوك الإنسان ويذهب عنه السيئات. طبعا الصلاة الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، لكن عموما أتبع السيئات الحسنة تمحوها. يبقى ندور على أن احنا نكتر حسناتنا ونقلل سيئاتنا. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الذكر، نتذكر، نذكر الله، دي كلها تهذيب سلوكي ويترتب عليه تهذيب خلقي. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر، الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم وحلم وصبر. علم قبلها عشان أقدم العلم، صبر حلم معها. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. احنا شايفين النهاردة قسوة بالغة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، شايفين قسوة بالغة في كل معاملات الناس، في الكلام، حتى في طريقة، في نبرة الصوت. هو لازم نقعد نزعق مثلا ونتخانق؟ طب ما تقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل بالراحة شوية، ولا هي المقصود منها ايه؟ ما لو هي حسبنا الله ونعم الوكيل كده هتوصل برضه، ولا لازم اعلي صوتي واقعد اصرخ حسبنا الله ونعم الوكيل؟ احنا بنقولها وغيرنا يقولها، الله المستعان. فاحنا بنقول عايزين رفق، عايزين حلم، عايزين سلوك طيب مع الناس، عايزين حكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن. شوفوا كم مرة في ذكر الحسن، وآخر الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى قضية الإحسان دي هي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قدر الإحسان، الإحسان فيما بينك وبين الله، والإحسان فيما بينك وبين الناس. والصبر، واصبر الصبر إننا سننال أذى، سيكذب علينا، سيفترى علينا بالباطل، سننال أنواع من الأذى في أنفسنا وأموالنا وأهلينا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اللهم اجعلنا من الصابرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإحسان بين العبد وبين الله، ثم بين العبد وبين الناس. الإحسان بين العبد وبين الله، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة، الإخلاص، الحب، الخوف، الرجاء، سلوك القلب إلى الله عز وجل. ثم الإحسان بينك وبين الناس، مرآة هذا الإيمان والغنى بالله عز وجل أن تحسن خلقك، وخالق الناس بخلق حسن. تصدق إذا حدثت، تفي إذا وعدت، تؤدي إذا أؤتمنت، تعدل في الخصومة، تصل الرحم، تبر الوالدين، تحسن إلى الجيران، تتأدب في معاملتك مع كل الناس، تعف لسانك، لا تسب، لا تشتم، لا تطعن، لا تقذف، تعف بطنك، لا تأكل الحرام، لا تأكل الرشوة، لا تأكل الربا، لا تأكل مال اليتيم، لا تأكل المال العام، فإنه من الغلول، مثل الغلول من الغنيمة. لا تغتصب أموال الناس، لا تسرق، لا تأخذ ما ليس لك، تعف فرجك، فلا تزني، لا تكشفه إلى من لا يحل له كشفه. حفظ الفرج وعفة البطن وعفة اليد
لا تمتد إلى حرام، ولا تظلم الناس بيدك، ولا تضرب بغير حق، ولا تقتل، ولا تسفك دما بغير حق، ولا تخرب، ولا تدمر، ولا تؤذي بيدك مسلما ولا غير مسلم معاهد، وكذلك أن لا تمشي إلى ما حرم الله عز وجل. نريد أن نحسن أخلاقنا إذا اختلفنا وإذا اتفقنا، إذا اتفقنا فيكون الود وحسن المعاملة والتعاون على البر والتقوى، وإذا اختلفنا لنعلم أدب الاختلاف، فنعرف الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ وخلاف التنوع. فخلاف التنوع يجب استثماره واستغلاله لتحصيل التكامل، ليس كلنا كإنسان واحد، كل منا له إمكانيات وطاقات مختلفة، عندما نتكامل فيها دون تعصب يكون ذلك عونا لنا على تحقيق ما نسمو إليه من أهداف. وأما اختلاف التضاد السائغ الذي وسع السلف فهو الذي لا يصادم البينات، فهذا يجب أن يسعنا، نختلف ولكن يبقى ما بيننا من حب وود وتقدير طالما لم نصادم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذي يخالف البينات وهي نص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع قديم أو قياس جلي على هذه الثلاثة فهذه البينات، من خالفها كان مذموما وكان معذبا عذابا عظيما. فهذا الخلاف غير السائغ، الذي يصادم البينات، الذي يصادم نصوص الكتاب والسنة، ليس كل خلاف معتبر. ثم مع اختلافنا لا بد وأن ندعو إلى الله عز وجل بما شرع، حتى المخالف في الدين ندعوه كما قال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. لذلك نقول عفة اللسان عندما نختلف مع خصومنا من أهم الأمور التي لا بد أن تظهر عندما يقع ذلك الاختلاف. لا بد وأن نعلم الناس بسلوكنا الطيب كيف يكون حوارنا وكيف يكون عملنا، ونتأسى في ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في الرفق بالناس وحسن معاملتهم كسب لقلوبهم، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة فدخل في الإسلام بإحسانه إليه: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هل لا كان من الأمم من قبلكم أولو بقية بقوا على ما كانت عليه الأنبياء وأصحابهم، لم يقع ذلك منهم إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالنهي عن الفساد هو سبب لنجاة الأمة. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الظلم والترف سببان للإجرام، نعوذ بالله من ذلك. النهي عن الفساد يشمل النهي عن الشرك والكفر والنفاق، ويشمل النهي عن البدع والضلال وأنواع الانحراف الفكري والمنهجي، ويشمل النهي عن الكبائر الباطنة كالكبر وحب الفساد في الأرض، حب إشاعة الفاحشة في المؤمنين، والعجب بالنفس والرياء والسمعة والقسوة، ويشمل الحسد والبغضاء التي تحلق الدين ليست تحلق الشعر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الكبائر الظاهرة كالقتل وسفك الدم بغير حق وكالسرقة وكالزنا وكاللواط وكالغيبة والنميمة وشهادة الزور وسائر الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، ثم اجتناب الكبائر الظاهرة والنهي عنها، النهي عن الفساد في الأرض يشمل ذلك كله، فيما يختص بالفرد وفيما يختص بالجماعة والأمة والدولة والمجتمع. فالنهي عن الفساد فيما يتعلق بحقوق المجتمع وحقوق الأمة أعظم أهمية مما يتعلق بحقوق الأفراد، وإن كان حقوق الأفراد وما يتعلق ببنائهم بناء صحيحا هو الذي يبنى عليه صلاح المجتمع، لأن صلاح المجتمع يبنى على صلاح الأفراد. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.